طبعا احنا كنا مطلوب من عندنا في هذه الفترة انه نقوي مناعة جسمنا بانه نحافظ على صحة جسمنا لمقاومة فيروس كورونا. فلازم تعرفون معلومة جدا مهمة، هي انه التهابات الاسنان واللثة اذا كانت شديدة او مزمنة هي من العوامل اللي تؤدي الى التأثير على مناعة الجسم، لان الجسم راح يكون مشغول بمقاومة الالتهاب اللي موجود داخل الفم اللي هو بوابة الجسم، وهذا الشيء يأثر على مناعة الجسم وممكن يضعفها. وفي بعض الأحيان تكون التهابات الأسنان أو اللثة بدون أي علامات ألم، يعني مثل نزيف اللثة المزمن اللي هو بدون ألم، ومثل إذا كان الشخص عنده سن ميت مثلا فهذا أيضا التهاب ويكون بدون ألم. لذلك اهتموا بأسنانكم ولثتكم خلال هذه الفترة، خاصة هاي فترة القعدة بالبيت اللي تكثر فيها العادات الغير صحية مثل الأكل الغير صحي وكثرة السناكس والحلويات. فلا تنسون أنه تفرشون أسنانكم 3 مرات باليوم، وتستخدمون خيط الأسنان يوميا حتى تزيلون الترسبات اللي تؤدي إلى التهاب اللثة، واستخدموا أيضا مضمضة العناية اليومية باللثة حتى تحافظون على لثتكم من الالتهابات، خاصة أنه هاي الفترة عيادات الأسنان مو كلها متوفرة، والأفضل أنه تخليكم بالبيت. انتبهوا على نفسكم.